ما حكم من صلى ومرت امرأة من أمامه، هل تقطع الصلاة ويعيد ولو كان في المسجد الحرام بالزحام؟ المسجد الحرام لأجل الضرورة ما تقطع الصلاة لا المرأة ولا الرجل إذا مرت، لأنها لضرورة للزحام وكثرة الناس. أما في غير المسجد الحرام فالإنسان يتخذ سترة يجعلها أمامه حيث إذا رآها المرء ما يأتي من دونها، يتعدي يروح من وراها. أما إذا لم تجعل أمامك سترة فأنت المخطئ. نعم.